تقول إحدى الأساطير: زار أمير مطحنة لطحن الشعير، فرأى حمار الطحان يدور حول الرحى، وجرسا معلقا في رقبته يصدر رنينا. فقال الأمير لصاحب المطحنة: لماذا تضع جرسا في رقبة الحمار؟ فرد الطحان: لكي أعرف إذا توقف عن الدوران، فعندما يتوقف سيتوقف الجرس تلقائيا. فقال الأمير: وإذا وقف الحمار في مكانه وبقي يحرك رأسه هكذا وأومأ برأسه يمنة ويسرى. فقال الطحان للأمير: ومن أين لي يا سيدي بحمار عقله عقل الأمير؟ إلى اللقاء.